ويلاحظون ذاك المطرح السابق العشوائي مع هذا المطرح هي يعني واحد الخطوة كبيرة خططها المدينة ديال مراكش. الإشكال المالي طبعا والكلفة المالية كبيرة ديال المشروع وتقريبا في حدود 81 مليون ديال الدرهم سنويا تكل يعني على عاتق الجماعة. ولكن الغاية هو يعني واحد الخدمة ابعادها على الساكنة لأبعد نقطة ممكنة بما فيه من كلفة على قشة الإبعاد راه فيه كلفة. ولكن كذلك العمليات التي تقام به إلى لحظه الرائحة الآن على بعد يعني واحد 100 متر تكاد لا نشعر بها وهذا جيد. ثم العمليات التي تقام من حيث التثمين ديال المواد والمنتوج ديال العمليه اللي هو اللي خفض لنا واحد شويه الكلفه والا كانت ستكون اعلى بكثير. ثم عمليات ديال معالجه العصاره ثم عمليات بعد ذلك الباقي يتم طمره وسيستفاد منه بعد واحد المده من حيث استخراج الغاز الطبيعي. كل هذا مشروع يعني نفتخر به كمدينة وكمراكشيون الآن تأتي الوفود فاش كان كوفندو تيجي يعني تيشوف من مختلف الدول ووزراء من مختلف الدول يعني تتعطي واحد صورة كذلك على انخراط المغرب في برنامج بيئي واقعي عملي وليس خيال. شكرا. هو بالتدبير المفوض عبر شركة خاصة اللي مختصة في المجال والجماعة العقد الذي يربطه مع الجماعة هو حسب الطوناج الذي يعالج الآن 145 درهم أورتاكس ولكن في المدى القريب غادي ترجع ثاني للرقم الأول اللي هو 199 درهم أورتاكس اللي تعطي واحد الكلفة مراكش تنتج تقريبا واحد 900 طن يوميا اللي تعطيك واحد 8 ملايير مع لو ديبلاسمون ديالها واحد 80 مليون ديال الدرهم على الأقل. العفو.